خليفة بن محمد بن لويعة الخليلي، صباح الخير يا اهل الختم، صباحكم مع مكحولة دايما يتميز. 12 دقيقة 44 ثمانية جامل الثانية هو توقيت مكحولة. تهانينا والناموس لمالك خليفة بن محمد بن لويعة الخليلي، المركز الثاني مرعوش 12 دقيقة و46 وتسعة اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لحمدان بن سعيد بن يابر، المركز الثالث، المركز الثالث 12 دقيقة 12 دقيقة ونتابع التوقيت. ساعة وصول الوثبة و54 وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لأحمد بن محمد بن سيف النيادي، تهانينا والناموس للجميع. استمر مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة، وأشواطنا تتوالى بالانطلاق في أشواط صباح هذا اليوم بالأثارة والحماس مع سن الثنايا. نذكر بانطلاقة أشواط المساء في الساعة الواحدة والنص من بعد ظهري هذا اليوم، سوف تنطلق ثنايا أصحاب السمو الشيوخ في هذه المؤسسات العملاقة. للتذكير نسير مع هذا الشوط وهو عاشر أشواط صباح هذا اليوم، ليحمل الأبكار الثنايا المهجنات الأصايل، ليحمل في طياته نجومية كبيرة وأسماء صالت وجالت، أسماء تقدمت وحضرت في هذا الشوط لتتنافس على شرف الفوز والناموس بهذا الانطلاق والاندفاع الجميل. نبحر في عمق الميدان ونلقى شخصية على راس حربة الشوط، سيف بن مبارك بن سيف بن غويث الكتبي، من خلال شعاره في هذا الاندفاع. بينما المركز الثاني ثمين محمد بن سعيد بن مطر الشامسي ياتي على المركز الثاني راعي ثمينة. المركز الثالث، ثالث المراكز، أشوف التقدم من سحابة في هذه اللحظات، وسالم بن سعيد بن منانة أو سجا هذه سجا تأتي في المركز الثالث، تقدمت سجا، ويأتي أحمد بن سالم بن منانة يتقدم مع سجا في المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع أشوف التواجد وشل في المركز الرابع، علي بن سالم بن حمد الكتبي يتقدم على رابع المراكز راعي وشل. المركز الخامس، هذه أسياد محمد بن صالح بن حمد القمرة يتقدم في هذه اللحظات على المركز الخامس في هذه اللحظة. المركز السادس، الهلالية في المركز السادس، سلطان بشطيط بن عبيد بن قميش الكتبي على سادس المراكز. والمركز السابع من الجانب الآخر، هذه شواهين في المركز السابع، منصور بن سعد بن قذل الحبابي. المركز الثامن أشوف التقدم من قبل مشغلة محمد بن علي بن سلطان بن رشيد. المركز التاسع، تاسع المراكز، أشوف هناك الدخول من قبل اليذابة محمد بن عبد الله بالحب العامري يقدم اليذابة. والمركز التاسع في هذه، أو المركز العاشر، هذه العاشرة نوادر محمد بن سويدان بن عبيد بن حميد الخاطري. هذه العشر المراكز الأولى، المتقدمة في هذا الشوط، المنطلقة في هذا الشوط خلف العشر المراكز، كذلك أسماء وشعارات. الشوط يحمل أسماء في المهجنات الأصايل في عاشر الأشواط، 8 كيلومترات، وأول ندانا وأول إذاعتنا
للعشر المراكز الأولى، من ثم العودة مع الشاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر من أرضية ميدان المرموم في دبي بن سهيلي في هذه الانطلاقة، لنتابع على الكادر العلوي المراكز الأولى المتقدمة مع لوحة الخمسة كيلومترات، وابن غويث يقود شخصية إلى المركز الأول بشخصيتها وبانطلاقتها وشكلها الجميل والرائع. مالك شخصية سيف بن مبارك بن سيف بن غويث نكتبي على المركز الأول، بينما سجى تاتي سجى على المركز الثاني، ومالك سجى اللي هو أحمد بن سالم بسعيد بن منانة بشعاره المتحدي بن منانة بتحدياته وإنجازاته على المركز الثاني. أما المركز الثالث من سجى إلى المركز الثالث، وهذه ثمينة في المركز الثالث، محمد بن سعيد بن مطر الشامسي يتقدم على ثالث المراكز في هذا المسار، بينما المركز الرابع رابع المراكز التواجد من وشل على المركز الرابع، وعلي بن سالم بن حمد الكتبي يقدم وشل بن سليم على المركز الرابع. أما المركز الخامس خامس المراكز، وهذه شواهين تأتي في هذا الاندفاع، يتقدم منصور بن سعد بن قذلة الأحبابي وشعاره كذلك على المركز الخامس في هذه اللحظة. المركز السادس الهلالية، يأتي سلطان بن شطيط بن قميش الكتبي يتقدم على المركز السادس. المركز السابع سابع المراكز، تقدمت في المركز السابع أتت مشغلة محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي يتقدم في هذه اللحظات. المركز الثامن ثامن المراكز يا الجذابة تأتي في المركز الثامن من الجانب الآخر، والحب محمد بن عبد الله بالحب العامري. والمركز التاسع هذه وصلت أسياد تحركت أسياد محمد بن صالح بن حمد القمرة النابت المري يتقدم. والمركز العاشر شوف بن قحيد تم محمد بن راشد بن قحيد المهيري يقدم تم على عاشر المراكز. هذه العشر المراكز الأولى في هذه الانطلاقات في هذه التحديات الجميلة. ندان الثاني للعشر المراكز الأولى، متعة الكبار والثمانية كيلو مترات، والتطلع إلى المهرجانات إلى التحديات إلى الكبرى وإلى كل المهرجانات القادمة من الجميع في رياضتنا العربية الأصيلة في تحديات الأصالة والناموس مع هذه النجومية الكبيرة. عودة مع المراكز الأولى، عودة إلى بن منانة، عودة إلى سجا، سجا على المركز الأول غيرت، سجا بدلت مع الثلاثة كيلومترات، مع مضيق العبور، مع مشاهدين حزام القابات، بن منانة، أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة يتقدم مع المركز الأول بالشعار المتحدي، مع سجا على خدمة الشوط بن غويث ياتي ويتراجع إلى المركز الثاني مع شخصية سيف بن مبارك بن سيف بن غويث على المركز الثاني. المركز الثالث بالحب مع الجذابة محمد بن عبد الله بالحب مركز تركيز عالي المستوى ما شاء الله في هذا المسار. المركز الرابع أشوف الرابع وصلت وتحركت وشل ولا زالت من البداية وشل علي بن سالم بن حمد بن سليم الكتبي يتقدم في هذه اللحظات، وبن رشيد دكتور الأصايل في هذا الانطلاق مع مشغلة علي بن سلطان بن رشيد يتقدم مع مشغلة، والهلالية سلطان بن شطيط بن قميش الكتبي يقدم الهلالية، وبن قحيد غادم كذلك مع تم محمد بن راشد بن قحيد
وهناك طرب احمد بن محمد بن خليفه بن قحيد، كذلك من الجانب الاخر بشعار بن قحيد مع هذه الانطلاقات. الله 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 يا شوط الله، الله يا الاسماء الثنايا في هذه الانطلاقات، هذه المراكز الاولى، هذه المراكز المتقدمه في هذا الاندفاع، في هذا الانطلاق. رقم واحد الهلاليه بن قميش مع رقم واحد في هذه الانطلاقات على المركز الاول، وحامله رقم واحد سلطان بشطيط بن قميش الكتبي يتقدم على المركز الاول. غيرت وبدلت الهلاليه المركز الثاني وسجى احمد بن سالم سعيد بن منانه يتقدم على المركز الثاني. بالحب على المركز الثالث يتقدم بالحب، وياتي باليذاب محمد بن عبد الله بالحب العامري على المركز الثالث. الله يا طرب من الجانب الاخر، احمد بن محمد بن قحيد وتم محمد بن راشد بن قحيد مع تم بشعاري بن قحيد وطرب في هذه الانطلاقات. المركز السادس مشغلة محمد بن علي بن سلطان بن رشيد على المركز السادس. المركز السابع شقرة احمد بن محمد بن قحيد، وصلت شقرة ما شاء الله. شوف بن قحيد وشعاره المقدم ثلاثية. الله 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 في هذا الشوط، في هذا الاندفاع الجميل. نعود للكيلو الخطير. بالحب غير إلى المقدمة إلى المركز الأول. اليذاب وطرب، طرب مشاهدين العزاء، واليذاب يذابت بالحب وطرب بن قحيد ما بين هنا المركز الأول. بنق الهلالية سلطان بن قميش الكتبي، ولكن تم محمد بن راشد بن قحيد. الله عليك يا بن قحيد، الله يا بن قحيد ما شاء الله. طرب ترقص طرب ما شاء الله. احمد بن محمد بن قحيد المهيري ما شاء الله. طرب انا طرب، وشكرا يا سيف يا بن حميد يا الغويص على ما تقدم طرب وما تقدم مشاهدي العزاء. تم في هذا الاندفاع ولكنها طرب ترقص طرب على المقدمة ما شاء الله. يا احمد بن محمد بن قحيد المهيري، تهانينا والناموس على هذا الفوز، لحظات وصول طرب وسلام وتحية وين مع طرب في هذا الانطلاق. المركز الثاني تم محمد بن راشد بن قحيد، المركز الثالث علي بن سلطان بن رشيد، المركز الرابع من وصلت فيه لراشد بن محمد بن مبارك الخيالي، والمركز الخامس. عموما على كل حال بنعود مشاهدينا متابعينا الكرام لطرب وتوقيتها الزمني، وفي الإعادة مع مخرجنا هذه على شاشة التلفزيون توقيت الزمني 12:48 جزء واحد من الثانية. تهانينا أحمد بن محمد بن قحيد على فوز طرب بالمركز الأول. المركز الثاني تم وصلت في المركز الثاني 12:50 تسع أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس محمد بن راشد بن قحيد المهيري. والمركز الثالث ثالث المراكز في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل لأحمد مشغلة لعلي بن سلطان بن رشيد الكتبي، حلت في المركز الثالث. تهانينا ونامو. أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر.